قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما المعنى؟ المعنى أن أنبياء الله عليهم السلام ما كان لهم شرعا ولا قدرا أن يشركوا مع الله جل وعلا أحدا غيره، إذ أن الشرك أعظم الذنوب وهو لا يتصور من أحد المسلمين، إذ لا يسمى به مسلم، فكيف يأتيه ويسلكه أنبياء الله؟ هذا لا يعقل، لا يمكن أن يكتبه الله، ينافي مقام النبوة من أصلها. فقال عليه السلام واتبعت ملة آبائي، فهو يبين أنهم ورثوا توحيد الله كابرا عن كابر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق يقول في غير القرآن أنه كان من المفترض أن يبدأ بأبيه ثم بجده ثم بجد أبيه، لكنه بدأ بإبراهيم لأن الملة تنسب إليه، ولأنه عليه السلام من أعظم خلق الله توحيدا لله. والذي ينبغي أن يعلم أن حظ كل أحد من رحمة الله على قدر عظمة الله في قلبه. فالخليل عليه السلام كان من أشد خلق الله تعظيما لله، ولهذا كان من أشد خلق الله نيلا لرحمة الله. نحن في صلاتنا الآن وإبراهيم له أكثر من 4000 عام متوفى، نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نذكر عظم الله في حياته فأبقى الله له ذكرا خالدا بعد مماته. ولهذا بدأ به يوسف، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق هذا جده ويعقوب هذا أبوه.